مرحبا بكم أصدقائي مرة أخرى في برنامج يا للصحة مع الدكتور المهندس، واليوم أشارك معكم أحد التمرينات التي أنا أعملها للتغلب على الضغوطات النفسية أو القلق أو الخوف من المجهول، خاصة في هذه الأيام التي يعني لا نعلم فيها الكثير عما سوف يعني يكون مستقبلا بالنسبة للوباء ولأشياء أخرى. هذا التمرين من التشيغونغ أو من طب التشيغونغ الصيني، وهو أنني يعني أخذ نفس عميق من الأنف، وعند إخراج النفس أعمل صوت الفوق. هكذا هو التمرين، يعني أنا أخذ يدي وأضع يدي على الكليتين من الخلف، هكذا أخذ شهيق من الأنف هكذا، وعند إخراج الشهيق أعمل صوت الفو هكذا، فو. وأشعر بهذه الذبذبات عند الاستنشاق، يعني عند أخذ الشهيق أتخيل أنني أستنشق طاقة يعني شافية، طاقة محبة تدخل جسمي وتخلصني من كل هذه الشعور السلبية أو القلق أو الخوف أو ما شابه ذلك. وعند إخراج النفس من الأنف وإحداث الصوت أتخيل أن هذه المشاعر السلبية كلها تخرج من جسدي على شكل سحابة داكنة اللون، ويعني تترك جسدي نهائيا. مرة أخرى التمرين، وهو تمرين فعال جدا ولا يستغرق الكثير من الوقت. أضع اليدين على الكليتين من الخلف، أخذ نفس عميق من الأنف، ثم أحدث صوت الفو هكذا، فو. يعني أكرر هذا التمرين من خمسة إلى سبعة مرات، ويعني أنا وجدته فعال جدا ويساعدني على استبدال أي طاقة سلبية بطاقة إيجابية. ويعني أردت أن أشارك هذا معكم، خاصة هذه الأيام الكثير منا يواجه الخوف والقلق ويعني الغموض فيما هو آت. حفظ الله الجميع، مع تمنياتي للجميع بكل صحة وعافية وسلام.